تدخن هو كتير مفيد للصحة، يزود الجسم بالعديد من مضادات الأكسدة مثل فيتامين جيم والمغنيسيوم، تخفيف الالتهابات والتورم في الأنسجة وضبط مستويات السكر في الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار. بنطحنه بمطحنة البن أو بنجيبه من عند العطار مطحون وجاهز، بنخله جيد وبناخد منه 1 كوب، وبناخد قليل من الملح، 1/3 كوب ماء ساخن، وبنحرك جيد. لو احتاجنا دقيق بنضيف دقيق، لو احتاجنا قليل من الماء بنضيف حسب الرطوبة الموجودة فيه. بنريحه تقريبا نص ساعة، بعدين بنقطعه لقطع صغيرة لأنه ما فيه جلوتين وممكن يتكسر معنا. بنوضعه على ورق زبدة، بنحمي الفرن مسبقا على أعلى شيء، بنراقبه تقريبا بياخد 8 دقائق لازم نراقبه. في عندي تقريبا 1000 وصفة صحية، المهتم بالغذاء الصحي اشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك. مع السلامة.